بتاعك مهم فيما يخص الحنان، حننتي كل الناس دي. انت بتتكلم على التربيه والتعليم والتعليم العالي على حوالي 5.5 مليون انسان، يعني انت محتاج لهم حوالي 11 مليون جرعه. دي اول حاجه طبعا واكيد، واحنا دلوقتي بناخد اجراءات لحاجتين: زياده اماكن الجرعات، فاحنا متوقعين ان احنا نوصل ل 800 خلال الشهر ده، على اخر الشهر ده، عشان برضو نزود القدره. ودلوقتي احنا بنشتغل على حاجه اسمها الميجا سنترز، زي ارض المعارض، زي مدينه البعوث في اسكندريه، زي اكاديميه الفنون في الجيزه. دلوقتي خدنا مكان في الشرقيه، وخدنا صاله مغطاه في قنا، وخدنا مكان في اسيوط بنجهزهم. الاماكن دي بتدي من 10 ل 20 ألف جرعه يوميا. أولوية الأماكن دي للسفر للخارج، وطبعا لو أنتوا تلاحظوا إن الاحتياج للسفر للخارج بدأ يقل، لأن هي الناس كلها جات مرة واحدة اللي عايز يسافر للعمل في الخارج، وأولمست ناس كتير جدا أخدت. نتوقع إن على آخر الشهر مش هيبقى فيه طلبات للسفر في الخارج، لقاحات للسفر في الخارج زي الفترة اللي فاتت. يعني احنا في الاسبوع اللي فات مدينا حوالي 250,000 جرعه لاغراض السفر للخارج بس، للعمل كمان يعني. طيب ده معناه ان الميجا سنترز اللي ممكن تدي اب تو 100,000 و200,000 في اليوم، غير ال 800 مركز اللي هيبقوا موجودين لاخر الشهر ده، دول كافيين؟ اه كافيين، لان التربيه والتعليم هيروح المراكز دي. التعليم العالي في الجامعات هنوفر المراكز من خلال الجامعات، هنمدهم باللقاح، هنمدهم بالتباعد واللوجستيات، وكل العاملين في الجامعات في كل كليه هيروح كليته ياخد اللقاح، وده كده هيبقى توزيع عادل يعني، وفي نفس الوقت بنريح الناس. السؤال الثاني فيما يخص الطلبه المسافرين للخارج، لو 250 جنيه فيهم مشكله، احنا ممكن نعفيهم كلهم سواء داخل او في الخارج. اللي عنده مشكلة في الرقم ده يعني بدون تردد، دول ولادنا في الاخر يعني، مفيش اي تحدي مالي عند الطلبة، هتوجده وزارة الصحة. اللي مش عايز يدفع خالص الطلبة، احنا بدون اي اجراءات، مجرد انه يقول مش عايز يدفع ده، لكن احنا بنقول ده التكلفة واقل من التكلفة، عشان استدامة اللقاحات، اللي احنا غالبا مش هنخرج من موضوع اللقاحات ده، لان احنا على اول السنة الجاية او اخر السنة دي هندي لقاح للي خد في اول 2021 تاني.